بشكل المطلوب من جانب فيلا. التغطية حضرت من جانب حارس المرمى، بينما هذه الكرة خطيرة، فرصة البرسا يفتتح التسجيل. سيرجيو بوسكيتس يسجل الهدف الأول للبرسا. البرسا يسجل عن طريق سيرجيو بوسكيتس، لاعب الوسط المتقدم، يصل للمرمى ويسجل الهدف الأول مع الدقيقة 44. البرسا يسجل ويفتتح التسجيل. كرة كانت لمصعة سيرجيو في المكان المناسب، سدد مباشرة على يسار زوبيكاراي وسجل الهدف الأول للبرسا. صمد بطاقة حمراء تحضر. قايل لكم هذا الحكم ما عنده تفاهم، قايل لكم ما عنده تفاهم. حكم المباراة يضرب إنيغو مارتينيز بالبطاقة الحمراء، لكن هل كان هناك اعتراض من جانب إنيغو مارتينيز؟ هنا الكرة الماضية وهنا الهدف اللي سجل من جانب سيرجيو بوسكيت، سجل هدف للبرسا. هل كان هناك اعتراض من جانب مدافع سوسيداد؟ وبالتالي يعني ربما أتصور أنها حماقة كبيرة جدا لو أن إنيغو مارتينيز لا وجود لأي تدخل، وبالتالي بكل تأكيد الطرد بسبب أن بيدرو عند 12 في الدوري وثلاثة في الكوبا ديل ري. وهذه كرة بينية وخطيرة، فرصة الثاني يأتي من جانب حارس المرمى. اصطدمت الكرة بزوبيكاراي وجاء الهدف لمصرعة البارسا بعد محاولة من جانب إليستوندو لأن يبعد الكرة. اصطدمت الكرة بحارس المرمى، يعني ما كان عنده أحد، ما كان في ضغط عليه، كان من الممكن أن يهدي ويبعد الكرة بأكثر راحة. هذه الكرة البينية ما كان فيها تسلل، الغير موفق سانشيز لعب الكرة بهذه الطريقة، اصطدمت في القائم لكن مرت من جانب المدافع، سدد وصدمت بحارس المرمى ومرت للمرمى. هذه الكرة لاحظ ما عنده ضغط، كان ممكن أن يبعد الكرة إلى ضربة زاوية، مرت لكنها رفض إلا أن تدخل الكرة في المرمى.